ايه رعاه فين؟ مش هتفطري معانا؟ لا انا عندي جلسه مهمه في المحكمه. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي، يلا افطر، تعالى افطر. لا مش قادر افطر، انا متاخر عندي شغل، يا دوبك افطر هناك. خدني معاك في طريقك. سلام. هما كده على طول؟ سيب كل واحد براحته يا جدو، انا كمان ماليش نفس، انا هطلع. طلع فين؟ انت مش عندك مدرسه؟ مش هروح، تعبانه عايزه انام. فكك يا هلو، فكك، حش ضعب التاني هلو. على رايك ده، انت من اول ما قمت من النوم الصبح عينك ما اتشالتش من على الموبايل. ما انا بلعب كلاش اوف كلانز. تلعب ايه؟ كلاش اوف كلانز. هخلص ونفطر سوا على طول. لا انا نفسي استردت، مش هفطر. ليه؟ انا بعد ما سمعت الفيسك كلانت ده وانا ماليش نفس. فيش كلاس ايه؟ خلاص خلاص. قلت لي ايه؟ هقفلها. بتقول ايه كلاسيك ايه؟ كلاش اوف كلانز. كلاسيك كلاند ايه؟ بحترم نفسك وانت بتكلم جدك، انا ما اتقاليش ابدا الكلمه دي، فاهم؟ حاضر همسحها والله. كلافيس فانكس. خلاص بقى يا صابرين، ما تكبريش الموضوع يا حبيبتي. لا الموضوع كبير وكبير قوي كمان يا رؤوف. يا حبيبتي ما انا قلت لك ان كان عندي شغل مهم وما كانش ينفع، ما كانش ينفع اقعد، كان لازم انزل. في حد يسيب مراتي يوم ليله تخرج ده لوحدها وينزل؟ معلش يا حبيبتي انا اسف. على فكره امك وحماتك زمانهم جايين وهيسالوا ايه الاخبار. قول بقى ان انت خايف على منظرك قدامهم. طبعا هقول لهم الحقيقه، هقول لهم ان انت هربت وسبتني في اكتر لحظه كنت مستنيها في حياتي. معلش يا حبيبتي، معلش معلش، عديها لي المره دي وخليكي جدعه، خليكي جدعه يا صابرين. معلش انا مش جدعه، انا مش جدعه يا رؤوف. انت كل اللي خايف على منظرك قدام ماما، لكن مش هما قلبي اللي انجرح. سلامته يا حبيبتي، سلامة قلبك يا حبيبتي اللي انجرح، سلامته. بس يا حبيبتي عايز اقولك على حاجة، منظر الراجل من منظر مراته، وانا ما يخلصنيش ان منظر مراتي يبقى وحش. سنة 98 بدأت تنزل أخبار عني وعن شهادتي، وبعض الجرايد هجمتني لأني معايا دبلوم وما كملتش تعليمي، واني مش معايا الشهادة اللي تخليني أكون فنانة وممثلة. وبدأت هوجم الصحفيين عليا، وكانوا بيطردوني في كل مكان، في البيت والاستوديو والمسرح. بقيت بهرب من الصحفيين طول الوقت، وقطعت اللقاءات والحوارات الصحفية لفترة، وكنت وقتها بعرض مسرحية شقاوة بنات. مالك؟ ايه اللي مضايقك؟ الصحفيين بيطردوني في كل مكان، ما عندهمش سؤال غير انتي مؤهلك ايه، وانا مش قادره اقول لهم اني تعليم متوسط. ولا يهمك، محلوله عادي. تحبي يبقى عندك شهاده ماجستير ولا دكتوراه؟ مش فاهمه. نضرب لك شهاده مزوره، ولما حد من الصحفيين يسالك شهادتك ايه تحطها له في عينه. انت عايزه توديني في داهيه؟ ولا دهية ولا حاجة، ما أنا قدامك أهو معايا شهادة قد الدنيا، ولا حد سألني جايباها منين ولا حد خد باله. هو أنا هفضل العلم ولا للشغل؟ وديكي شايفة أهو الناس كلها يقول لك الدكتورة راحت، الدكتورة جت، الدكتورة جت، الدكتورة راحت. هو أنت مين اللي زورلك الدكتورة بتاعتك؟ جوزي، أصل هو بيشتغل في وزارة التربية والتعليم، هو اللي عمل لي الشهادة بتاعتي. حوصيه عليكي يعمل لك شهادة مؤهل عالي، واختمالك بختم مدور كبير كده بارز. أنا أول مرة أسمع إنك متجوزة. أصل أنا متجوزة في السر، هو اللي مش عايز يعلن. أصل هو بيشتغل في مركز حساس. وفعلا أخدت الشهادة، وغيرت كل أوراقي على أساس الشهادة الجديدة. وبعدها بثلاث شهور جوزها كاف ألف جالي شقتي وبدأ يساومني. بصراحة كده أنا من أول ما شفتك وأنا معجب بيكي وعايز أتجوزك، أصلا أنا بحب الحلال أوي. تتجوزني؟ أنت مجنون ولا شارب حاجة؟ أنت عملتلي خدمة وخدت تمنها. لا 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 كده نزعل، وزعل وحش أوي، هيخلينا سيح وأقول إن الشهادة بتاعتك مزورة. أنت عايز إيه؟ 50,000. ساعتها خفت من المشاكل وما لقيتش حل إلا أني أروح لمراته اللي عرفتني عليه واشتكي لها. إحنا انفصلنا عن بعض من شهور،
بس هو عمل معايا زي ما عمل معاكي بالظبط لما طلعت له شهادته الحقيقيه وقلت له ان انا هفضحها وهوديها له مكان شغله. خاف اترعب وقال حقي برقبتي. ليه؟ هو معاه ايه؟ دبلوم ومزور شهاده المؤهل العالي ومزور شهاده ماجستير، بس انا معايا شهادته الحقيقيه خبيتها من وراه من زمان وخليتها معايا للطوارئ. طب انا اتصرف ازاي؟ انا مش ناقصه شوشره. خلي الشهاده دي معاكي، لو كلمك تاني وهددك قوليه ان هي معاكي وقوليه ان انت هتطلعها له وتفضحيه. وساعتها قدرت اخلص من زنه عليا وبقى معايا دليل تزويره. سنة 2008 جت لي دعوة لحضور حفل مسرحي لمجموعة مدارس أجنبية في مصر، واتفاجئت بكاف ألف من المدعوين واتنادى على اسمه بأنه منصب كبير في مديرية التعليم بالجيزة، ولقيته بقى دكتور. واستغربت جدا إزاي مزور زي ده ومعاه دبلوم يبقى في مركز حساس زي ده. بالعلم ننير سماء الكون. وعرفت انه هو اللي دعاني للحفلة. مكانتش مجرد دعوة الحفلة، دي كانت دعوة للجواز للمرة التانية. ومن خلال دردشتي معاه عرفت انه شريك من الباطن في المدارس دي. لازم تكوني عايزه تبطلي فعلا من جواكي، ما تشيليش هم من هناك. اهم حاجه تكوني قد القرار. انا الفتره اللي فاتت دي كنت كاره حياتي باللي فيها، ده اللي خلاني اضرب الزفت ده. بعد كده لما شفت استاذ هلال وشفت طيبته وحنيته عرفت يعني ايه اب، يعني ايه تحس انك عايش. عشان كده انا نفسي ابطل وارجع بني ادم طبيعي. يبقى لازم نبدا من دلوقتي. انا خلصت لك خلاص اجراءات الدخول وهتابع حالتك بنفسي. شكلك كده داخل على قضية جديدة ومحتاس فيها من غيري. بدور على واحد اسمه كاف ألف شغال في مديرية التربية والتعليم في الجيزة، عايز أعرف اسمه ومنصبه. بسيط، معرفة أختي شغالة هناك، أسألها. هوبا، لقاء العمالقة. بقول لك يا زكي، ما تعرفش حد بيكتب في الفن؟ صحفي، مصور؟ ده أنا أعرف الفن نفسه. طيب أنا عايز أعرف عناوين دول: نعيمة سلطان، ليلى الشناوي، ريهام شفيق، وعايزك تجيب لي مين فيهم بالظبط اللي واخده دكتوراه. بس احنا كده مش محتاجين صحفي، احنا كده محتاجين ريجيسير. وده نجيبه منين؟ هو مفيش غيره، عم نشأة ابو عمر، ده معاه عناوين وارقام ممثلات مصر كلهم. اديني انت بس ساعتين زمن وانا اجيب لك خبرهم. تجيب لي خبرهم؟ انا مش عايز اموتهم، انا عايز عناوينهم. خلاص انا اجيب عناوينهم وبقى انت اجيب خبرهم. احنا هنعمل ايه في الكارثه دي؟ وهنجيب الفلوس للراجل ازاي؟ بص بقى، كل ده اصلا حصل بسببك انت، انت اللي خليتني اعمل كل ده وصورت كل الفيديو كله كانت بينا. منى انا ما ربطتكيش على ايدك. وبعدين احنا مش هنقعد نلوم في بعض. خلينا نفكر احسن. بص انا خلاص ما بقتش عارفه افكر، انا اصلا اهلي لو عرفوا هتبقى كارثه. اموت واعرف جاب ارقامنا منين. يعني انا رقمي سهل، انما جاب رقمك انت ازاي؟ وليه ما هددتش بنت تانيه من البنات؟ اشمعنى انت؟ هو انت عملت كده مع بنات غيري؟ هو انت ايه يا اخي؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ هو ده يعني اللي انت بتفكري فيه؟
حبيت أساعدك في التفكير يعني كصديقة، فبعتلك الفيديو ده. هتتنازلي عن المعرض إمتى؟ كل حاجة هتتحل. أعرف بس مين ابن الجزمة. حبيت أساعدك في التفكير يعني كصديقة، فبعتلك الفيديو ده. هتتنازلي عن المعرض إمتى؟